مرحبا بكم في سبور اكسبريس. البداية مع الترجي الرياضي التونسي والمفاوضات مع المدرب البرتغالي ميغيل كاردوزو على فك الارتباط بالترجي بلغت اشواط متقدمة. نحكيو اساسا على المفاوضات اللي تخص الامور المالية. اليوم مع الخمسة باش تكون العودة للتمارين. في انتظار نعرفوا شكون اللي باش يشرف على تمارين الترجي الرياضي التونسي اليوم. إدارة الترجي اتصلت بالمدرب اسكندر القصري اللي باش يعزز الاطار الفني وفي في صورة تأكد رحيل كاردوزو باش يشرف على الفريق إلى حين التعاقد مع مدرب جديد. بعدها يتم تحديد المسؤولية الأساسية اللي باش يتولاها اسكندر القصري في الترجي. في انتظار هذا من المنتظر كما قلت أنه يشرف اليوم على التمارين مع كل من فابيو وشمس الدين الذوادي. نذكر أنه اسكندر القصري اعتذر على تدريب مستقبل جيبس بسبب اتفاقه مع الترجي. نحكيو على اخر التطورات بخصوص الملعب اللي باش يحتضن مباراه الاولمبي البيجي والنادي الافريقي لحساب الجوله السادسه من البطوله نهار السبت. ملعب 15 اكتوبر في بنزرت ماهوش باش يحتضن المقابله هذه، والعشيه جلسه امنيه في بيجل تحديد الملعب اللي باش يحتضن المباراه، واللي الاختيار انحصر ما بين زوز ملاعب زوز موجودين في بيجل. نحكيو يا اما ملعب مجهز الباب او ملعب تستور. نواصل مع الأولمبي البيجي، واليوم العشية الموعد مع الجلسة العامة التقييمية للموسم اللي تعدى واللي بيشتم فيها المصادقة على التقرير الأدبي وتقرير المالي للفريق، واللي من غيرهم ما ينجمش يتمتع الأولمبي البيجي بالدعم والتمويل العمومي. في النجم الرياضي الساحلي محمد المكشر يشرف بعد شوية على أول حصة تمارين بعد تعيينه البارح خلفا الحمادي الدو. نذكر أنه محمد المكشر باش يكون معاه في الصف منير بوخديدة ورضوان الفالحي مساعدين، براوي عيسى مدرب حراس، مهدي الحاج عمر معد بدني، ونادر ترودي مكلف بالتقييم والإحصاء. الاتحاد الافريقي لكرة القدم ينظر غدوة في ملف مباراة الجولة الرابعة من تصفية الكان ما بين ليبيا ونيجيريا، واللي ما تلعبتش بسبب عودة المنتخب النيجيري لبلاده بعد ما قعدوا اللاعبين متاعه أكثر من 12 ساعة في مطار الأبرق في ليبيا. اليوم يتلعبوا مقابلات الجولة الثالثة لمجموعات رابط الأبطال الأوروبية. ستة غير بعض، الميلان ضد كلوب بروج، موناكو ضد إتوار روج بلغراد. بخيط المقابلات الثمانية متاع الليل أرسنال يواجه شختار دونيتسك الأوكراني، فريق المدافع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم على غرام. مباراة القمة الليلة الثمانية متاع الليل تجمع ريال مدريد بروسيا دورتموند. بالنسبة لبقية المقابلات كيف كيف، الثمانية متاع الليل أستون فيلا ضد بولونيا، يوفي ضد شتوتغارت، بي اس جي ضد بي اس في ايندهوفن، شتورم غراز ضد سبورتينغ لشبونة، وجيرونا ضد سلوفان براتيسلافا. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فان بونات.